السلام عليكم ورحمة الله. أنصف القرآن الكريم مؤمني أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنزل قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس رضي الله عنهم وقتادة: لما مات النجاشي ملك الحبشة، نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. فقالوا: ومن هو؟ فقال: النجاشي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، فكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة، فأبصر سرير النجاشي، فصلى عليه صلاة الغائب، وكبر 4 تكبيرات، واستغفر له. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط، وليس على دينه. فأنزل الله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال ابن جريج: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. إن بعضا من أهل الكتاب لا يصدق بالله ربا واحدا وإلها معبودا، ويؤمنون بما أنزل إليكم من القرآن الكريم على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل، وهذا هو الإيمان النافع والإيمان الحقيقي. وأما من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض، وآمن ببعض الكتب وكفر ببعض، فهو كافر. ولماذا قدم الحق سبحانه وتعالى القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية؟ وذلك لأن القرآن الكريم هو المهيمن على الكتب السماوية والأمين عليها، والقرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي لم يحرف ولم يبدل، فما وافق القرآن الكريم فهو حق، وما خالف القرآن الكريم فهو باطل. فالمؤمنون من أهل الكتاب يؤمنون بالله وبالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل، وهم في حالة من الخشوع والخضوع لله عز وجل. ومن علامات الخشوع لله قبول الحق وإن كان من عدو، بل وإن كان من الشيطان نفسه.
ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من حطام الدنيا ولو بلغ القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ولا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل الأشرار، ولا يكتمون ما أنزل الله من الحق، ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب، ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتبهم. أولئك المؤمنون من أهل الكتاب لهم أجرهم عند ربهم وافيا غير منقوص، ومن كان أجره عند ربه فليهنأ ولينم قرير العين هادئ النفس، إن الله سريع الحساب، يقضي بين الناس في لحظة واحدة كما يحييهم في لحظة ويرزقهم في لحظة ويفنيهم في لحظة. فالله عز وجل سريع الحساب، لا يعجزه إحصاء أعمالهم ومحاسبتهم عليها لكمال علمه وكمال قدرته. والله عز وجل سريع الحساب في يوم القيامة، لأن كل آت قريب. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقرن بين السبابة والوسطى. أخي الكريم، رغم قلة من آمن من اليهود في المدينة كعبد الله بن سلام وأصحابه، إلا أن القرآن الكريم قد أنصفهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. أما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 يؤتون أجرهم مرتين. وذكر منهم: ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. نسأل الله العظيم أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى طريق الإسلام. جزاكم الله خيرا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك